الثالث الإيمان بالكتب. أمد إيماننا وتشنج تورجي الله من كتاب الله إيمان كتبوش. نؤمن بأنها كلام الله. بس أشو كتاب الله هم سنن الله من سوزي يكلم كإيمان. وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بها. هم شو نقول الله وسوزني وكتاب الله ددي دب إيش نمزدي. وأنها منزلة لا مخلوقة. هم شو نقول كتاب الله نازل بوغان لقاء. وأكتبنا يرتلقان أمثلك يا إمام كتبنا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب كل رسول له كتاب وهم شو نقول هربر ألتشي بلان هربر رسول بلان الله تعالى كتاب تشهده نازل قلده ده بشنا مزده نؤمن بكل الكتب هم شو نقول كتابنا هم سيجي إمام كتبنا وبمعلم أن الله من أسمائها الله هاجر بزجا بزبر كتابنا اسمنا دي جنبوسا ويسم الله إمام كتبنا من أسماء القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام مثلا بس بلدغان كتاب لنا اسم لردن قرآن زبور إنجيل توراة همشي نقلا إبراهيم عليه السلام غبير الجن سهيب لبنان موسى عليه السلام غبير الجن سهيب لبنان والأخبار التي جاءت فيها نؤمن همشي نقلا بس إيمان كدرمس همش نقلا بس مشو كتاب لا تغرلو كالجن خلالي مو إيمان كدرمس نعم وكذلك الأحكام أن القرآن نسخ كل كتاب كان قبل يعني لا نأخذ إلا من القرآن هم شو نأخذ بس إيمان كالتر مسكي وإيش المسكي قرآن ونن آدري كي بكل كتاب لنا هم مسني منسوخ قدرتي يعني بكل كتاب لا يعني القرآن بكل كتاب لنا نسخ قدرتي